منذ ساعات الصباح الأولى انطلقت عملية عسكرية واسعة النطاق بقوة مشتركة لقيادة عمليات ديالى وبمساندة طيران الجيش، نفذت بعدة محاور بدأت بتفتيش غرب بحيرة حمرين وسلسلة جبالها ومحاذاة نهر نارين لمطاردة فلول داعش الإرهابي وتجفيف منابعه ومخابئه في تلك المناطق. العملية بتفتيش الحافة الغربية لبحيرة حمرين وكذلك بمحاذاة نهر نارين باتجاه سلسلة حمرين. عندنا قطاعات اللي متمثلة بلواء المشاة 19 تفتيش منطقة شيرك وكذلك زور شيرك باتجاه نهر ديالة، وكذلك عندنا الفوج الثالث من نفس اللواء يقوم بعمليات بحث وتفتيش المنطقة المحصورة بين جسر حلوان إلى تقاطع جلولة لتأمين تلك المنطقة. لا ننسى الدور البطولي لطيران الجيش واشتراكه وإسناد القطعات في هذه العملية. العملية أسفرت عن العثور على وكر للإرهابيين ومواد شديدة الانفجار وكذلك عبوتين ناسفتين كانتا ضمن محور تحرك القطعات، تم السيطرة عليها وتفجيرها من قبل هندسة فرقة المشاة 5. العملية أسفرت لحد هذه اللحظة عن العثور على وكر للإرهابيين يحتوي على مادة السيفور شديدة الانفجار وكذلك جليكانات مملوءة بهذه المادة، تم تفجيرها من قبل أبطال هندسة الفرقة. أيضا العثور على عبوتين ناسفة ضمن محور التقدم. للعراقية الإخبارية عدي عبد الكريم، محافظة ديالى.